إن المباراة دي أكثر مباراة تهمنا في كأس العالم، فلازم نطمن على الحكم اللي هيدير هذه المواجهة. نطمن من مين؟ نطمن طبعاً من كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة، خبيرنا التحكيمي الكبير. كابتن جهاد، مشرف ومنور. كريم، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا الكريم. حكم كويس؟ سيزار راموس من الحكام المميزين جدا، يمكن دخل دولي 31 سنة و35 سنة كان موجود حكم في كأس العالم 2018. بعد 4 سنين بس دولي كان موجود في كأس العالم. ده الموجود ده على فكرة الاتحادات أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والأوكيانوس بيشتغلوا كده، يعني 4 سنين بالظبط يجهز الحكم عشان يبقى موجود في كأس العالم بسن صغير. فهو كان في كأس العالم 2018 35 سنة، وكأس العالم 2022 39 سنة، ومتاح ليه كأس العالم كمان اللي جاية 2026. هم بيشتغلوا على هذا النسق عشان يخلي حكمه يروح 3 كأس عالم على الأقل، وده حاجة محترمة جدا. هو حكم من ضمن الحكام المميزين جدا، بدأ في كأس عالم نيوزيلندا 2015 شباب، دي أول كان أول بطولة ليه في مع الفيفا، وبعد كده يعني مشي في الاولمبيات وكاس عالم شباب بعد كده، وبعد كده كاس عالم كبير 2018، انت قلت التاريخ كله. وبعد كده وصلنا لحاجه مميزه جدا كحكم مميز موجود في الاتحاد الدولي. ان شاء الله اتمنى له التوفيق، لان شخصيه محترمه جدا وحاجه جميله جدا. انا اتعاملت معاه على المستوى الشخصي، فبقول لحضرتك ان شاء الله يبقى موفق، وان شاء الله كلنا نفرح بفوز المغرب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب، عايز استغل وجودك معايا واسالك. في هذه البطولة ما كانش عندنا حكم ساحة حكم مصري. في بطولة 2026 هنشوف حكم مصري في المونديال إن شاء الله؟ حكم ساحة. أكثر صراحة معاك يا كريم، وأقولها لك برضو، أنا يمكن أنا قلت لك قبل كده من فترة كبيرة قبل 2022 ما فيش حكم مصري راح 2022، الكلام ده قلته معاك صح؟ صح، سجلته معاك قبل كده ان 2022 مش هيبقى فيه حكم مصري، والحمد لله يعني كرمنا ربنا بمساعد مصري محمود ابو الرجال. صح، راح وعمل مباراه كويسه جدا وكان اداؤه مشرف. انا بقول لك من دلوقتي 2026 هيبقى صعب جدا يبقى فيه حكم مصري موجود. ليه انا بتكلم بمنتهى الامانه، انا واضح او بحب اتكلم بوضوح. انا كنت مستني تقول لي ده ان شاء الله يبقى عندنا حكم واثنين. ودلوقتي بقول لك فاضل على كاس العالم الجاي 3 سنين ونص، هيبقى صعب جدا يبقى موجود حكم مصري. ليه السبب؟ بمنتهى البساطه ان عندنا مصطفى غربال لعب ماتشين كويسين جدا في كاس العالم 2022، بقى حكم مميز وحكم موجود في الساحه كحكم دولي مشارك في كاس العالم 2018 2022، وبالتالي هو هيبقى ابرز المرشحين من شمال افريقيا اللي يروح كاس العالم 2026 بعد 3 سنين ونص. هيبقى صعب جدا اي حكم ينافسه في شمال افريقيا يروح مكانه. صحيح، وبالتالي الجزائر كطاقم الجزائري اللي معاه هيستمر معاه، ممكن الحكم المساعد المساعدين الاثنين معاه سنهم صغير يكملوا الكاس العالم اللي جاي، فهيبقى طاقم مكمل مع بعضه. يبقى هو له الاولويه في شمال افريقيا انه يروح، ايا كان من الحكم اللي ممكن يطلع من اي دوله في شمال افريقيا، منها مصر، الجزائر، تونس، ايا كان من اللي شمال افريقيا اللي هيطلع، ليبيا في الاخر هتلاقي ان الحكم الجزائري هو سابق الناس كلها ب 10 15 خطوه، وبالتالي هيبقى صعب جدا ان في حكم مصري او ممثل مصري موجود في كاس العالم 2026. فبنقول من دلوقتي ندعم ابو الرجال عشان ان شاء الله يروح 2026 من دلوقتي، ونجهز طقم تحكيم مصري ل 2030 من دلوقتي. لازم الناس تشتغل من دلوقتي، مش نستنى بعد 4 5 سنين ونقول نشتغل، لا، الشغل على التحكيم من دلوقتي عشان نوصل بطقم تحكيم مصري 2030. ده مهم جدا، وده مهم لتحكيم مصر الفتره اللي والله جدا. ربنا يطمنك يا كابتن جهاد. انا دلوقتي عمال افكر انا سالتك ليه يعني. لا بس انا كريم، بص انا يعني احب اكلمك كلام بواقعيه الناس. بص يا كريم، هكلمك على واقع موجود دلوقتي مصر كلها شايفاه. المغرب اللي وصلنا ليه ده تخطيط من 10 سنين. يعني المغرب على فكره ما فيش نجاح بيجي بالصدفه. صح، خلينا نبقى واقعيين ونتكلم على ارض الواقع. النجاح بيجي بشغل، بعرق، بتعب. اللي وصل له المغرب ده بتوصل له بالتخطيط من 10 15 سنه. صح، انا بتكلم عشان نوصل ل 2030 لازم نشتغل من النهارده عشان نوصل طقم تحكيم مصري ل 2030. ده مهم جدا. طيب كابتن جهاد، اخيرا مباراه الاهلي النهارده والاتحاد كان فيها حالات تحكيميه شايفها خاطئه؟ لا، النهارده بصراحه الاداء التحكيمي مميز، حتى الخطا اللي كان موجود من حكم المباراه تداركناه بحكم الفار، وبالتالي ما فيش عندنا اخطاء نتكلم فيها، ما فيش عندنا حاجه مؤثره على المباراه. النهارده التحكيم في صوره مميزه جدا، سواء في ماتش الاهلي والاتحاد السكندري او الماتشات الثانيه. النهارده كان يوم تحكيم موفق. طيب انا الحالات هحرك قدام التلفزيون، انا شغلت. لا، انا معاك الحالات، انا عارفها كلها، ما فيش مشكله خالص. حاله الهدف الاهلي، هدف ياسر ابراهيم،
كان هو على كتف مدافع الاتحاد. بص يا كريم، اللعبه دي احنا بنتكلم من اولا مفيش خطا من ياسر، لا هو في دفع ولا في مسك ولا في قفز على الخصم، وبالتالي ده احتكاك طبيعي جدا بيحصل في كره القدم، والهدف صحيح، الحكم احتسبه في الملعب بصوره صحيحه، الفار رجعه بصوره صحيحه، وبالتالي هدف صحيح للاهلي تم احتسابه. الحاله الثانيه، بتتكلم على ركله جزاء، ركله جزاء على ياسر ابراهيم بالظبط، الحكم ما شافهاش في الملعب، حكم الفار بتميز النهارده استدعاه، شاف اللقطه، شاف التدخل بتاع ياسر ابراهيم الاستاذ في على القدم على الارض، وبالتالي والكره ما كانتش غادرت، المهم جدا ان الكره ما غادرتش ارض الملعب، يعني الكره كانت لسه في الملعب، وبالتالي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الاتحاد السكندري، وتميز من حكم الفار، والكره اللي اعترفها الكابتن الاحمر هي اقصى درجات التهور انذار لياسر ابراهيم. عظيم. الحاله اللي بعد كده، الحاله بنتكلم على ركله جزاء ثانيه للاتحاد السكندري. الكرة مهاجم الاهلي، مهاجم النادي الاتحاد راوغ محمد الشناوي اللي عرقله، كانت فرصه محققه طبعا، في منافسه على الكرة، وبالتالي بتنزل كارت احمر للكارت الاصفر، فركله جزاء صحيحه وكارت اصفر صحيح، وتميز من محمود البنا، فتح زاويه رؤيه وشاف كويس، حسب في الملعب، ده اللي احنا عايزينه كتحكيم، ان الحكم يحسب في الملعب، المساعد يحسب في الملعب، وبالتالي حكم الفار يراجع ويأكد على قراره اللي هو قرار صحيح، وركله جزاء صحيحه وانذار صحيح لمحمد الشناوي. بس حسيت ان الشناوي بيحاول يبعد ايده، بس كان خلاص عمل احتكاك، يعني الاحتكاك حصل بالرجل ما حصلش بالايد، يعني الايد ما جاتش، الاحتكاك اللي حصل كان حصل بالرجل، بالرجل مش الايد، لكن بالرجل مش بالايد، رجله اللي دخلت على رجله اليمين. مظبوط. طيب نشوف في حالات تاني، في لعبه كان الاتحاد طالب بيها بركله جزاء، لعبه ديانج في منطقه جزاء النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك ان ديانج نجح تماما في وصول الكره، وده ما وصل للكره انسى بعد كده اي احتكاك يحصل، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه، ومراجعه صحيحه من الفار، وقرار صحيح في مجمله، بنتكلم على طاقم تحكيم ادى مباراه بصوره مميزه. هايل. وده نتمناه في كل المباريات، ده كويس. هايل. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على الافاده دائما، شكرا جزيلا.